اتحاد الكونفدرالي بين الأردن وفلسطين. طبعا هم من زمان بيقولوا قال انه لما بصير للفلسطينيين دولة كان يخير الشعبين، كأنه الشعبين في يوم من الايام بيخيروا هم. وين تتخير الشعبين؟ قال بخير الشعبين اذا بيحبهم بيكونوا في حكم كونفدرالي. طبعا مش فدرالي، لانه فدرالي يعني دولة واحدة. كونفدرالي له صياغ كثيرة في القانون. كونفدرالي الى درجة يا محترمين انه تصوروا من صيغ الكونفدرالية، الكونفدرالية صيغ، بتعطيكم صيغة من صيغها اللي يعني بتؤدي الى اتحاد بين الدول. من صيغ الكونفدرالية جامعة الدول العربية هو اتحاد كونفدرالي، نوع من صيغه الضعيفة. فهو الاردن معني تماما يكون له اشراف في المنطقة. واسرائيل والغرب ما بوثقش في اي كيان هون في فلسطين الا هو يكون الاردن له دخل فيه. انا اردن الشعب؟ لا، الاردن الجماعة المحفل الماسوني. وفي النهاية راح يبعثوا عن صيغة يكبلوا فيها هون وهناك. وهذا كلام الكونفدرالي، ما احنا حكيناه على فكرة بالتفصيل في 87 88 في الدق هون. وايش مقصوده منه؟ طيب الان الناس بعد شوي بتنسى حسين، على فكرة تنسى الجنازة وبترد ترجع تتذكر حسين بخياناته. هذا بدومش على فكرة، كيد الشيطان ضعيف وخداعه. لا يفلح الساحر حيث اتى، لا يفلح، مش الاعلام سحر، لا يفلح الساحر حيث اتى. ادخل قلوب الناس تعرف انهم بيقولوا عنه جاسوس، فمتيأسوش من الناس في النهاية بيصلحوا. والله يريد للناس خير، واحنا ماشيين مظبوط الان. التخلية قبل التحلية. لازم يخلو قلبك من عبادة غير الله ويتخلى عن مفاسد الانسان، بعدين بتتحلوا بالقيم والاخلاق الصحيحة. فبالتالي انا شايف الامور ماشية تمام، والناس اللي ما كانتش مصدقة كما قلنا بواقع النظام الاردني شافوه على ادركوا تماما انه رأس من رؤوس الكفر، بل الرأس الاول. يموت. طيب قديش معنا؟ احنا ما كانش هذا الدرس.